بخير، كي صبحتو؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. بديت معكم نهاري الصباح هذا يوم الجمعه، جمعه مباركه، وكالعاده كنبداو نهارنا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بديت معكم نهاري، يعني هذه دابا الشغل. المهم انا فقت قبل وضروري من الطقوس ديالنا ديال كل نهار، ودابا خاصني كننفس الدار شويه، غادي ننفسها وغادي ان شاء الله كنحل. هذا ثاني فيديو اللي غادي نصوره انا بوحدي، ما معايا حتى واحد حتى الساعه. المهم انا فطرت الفطيار ديالي ديال دائما قهوه وشويه جبن والصلاه على النبي. لافادوره الاولى طلعتها والثانيه هي كتصبن. المهم كوزين كتعرفوا ضروري كنوضو اللي في الصباح كيفطروا، واللي يعني ما فيها لا. والطواجين ديالي هو كيتسناني اليوم، ما عنديش سكسو لان ما غاديش يتجمعوا، يتجمعوا حتى الثلاثه وزياده. غادي ان شاء الله نعمل غير مريقه ديال اللحم بالسفارجل، ما عندي سفارجل باش ما يضيعش. نعمل الطريب ديال هذا والصلاه على النبي. المهم ثاني فيديو وانا بوحدي اليوم، ولادي كلشي ما كاينش هنايا، يعني عاد غادي نبدا التسعود هذا، ولكن عندي كلشي منفس. غادي غير نبدا نجمع دغيا ان شاء الله البيت ديالي، تاهو راه باقي ما مجموعش. وغادي نشارك معكم الغديوه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله بحول الله. وهانتوما معايا طاقه، نعطيكم طاقه ايجابيه، ما نعطيكم شي طاقه سلبيه. ما نعطيكم شي طاقه. ننفس الصباح بكري ملي نوض، يعني كانت الدار عندي نفسه. المهم الهدوء، انا فين ساكنه كاين الهدوء، الهدوء تام. بعض المرات ملي كتجي الصيفيه كيبقاو العيال اللي كيجيو من حومات وحدين اخرين كيكونوا هنا كيسهروا، ولكن في الايامات ديال البرد حتى واحد الهدوء ما نقول لكمش. المهم غادي نبدا نجمع، وملي نسالي غادي نشارك معكم الغديوه ديالنا ان شاء الله بحول الله. كنت باغيه نشارك معكم البارح في العشيه، خملت هاد الصاله نفضتها، الزربيه شويه جريتها الفوق، لان ملي كنبغي نمشي للطراسه كنعسفوا عليها وحنا كنصليو فوق منا. وهذا وهاد الجهه دي عندي واحد الزربيه ستيت وراها عندي في الباسيوم واقفه، ملي كنجفف ونسالي كنطلقها في عين عسفو في الصباح وكنولي نجمعها. وهاد الشيء اللي كاين هاد الصالون هذا عندي قديم شويه، ولكن باقي الصحيح كيشعل. كنت هاد العام ناويه مني مشيت البرجيده جبت طلامط من تما وكلشي، كنت ناويه نبدلو، ولكن الظروف يعني وقعت واحد الظروف اللي قوى منا الحمد لله وشكرا لله. بعد ما كانت كورونا يعني تأدينا في الدار ديالنا ديال المغرب، تأدينا بزاف الحاجات اللي ما تخلينا نزيدو حتى شي حاجه هنايا، يعني كان بحال اللي كنقولوا فراش واصلاحات وكل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل، الانسان ما خصوش يثق بزاف، يعني كنصيحه لا ثقه لا في المقربين ولا حتى شي حاجه. يمكن الناس اللي هما بعاد تقدروا تصيبوا فيهم الخير، اما المقربين يعني انا تصدمت منهم. الحمد لله وشكر لله، الحمد لله في هذه الساعه. المهم احنا غاديين تنفكوا مع المغرب، وديك الساعه الى بقى العمر ان شاء الله رجعوا لهاد الصالون هذا. واخا انا عندي عزيز لانه شحال نقول لكم غير اللوح، ويعني ملي كنبغي نخملو اللوح من الداخل، واخا هو قديم يعني شريته ملي رحلت لهاد الدار، ولكن اللوح ديالو باقي بياض كيشعل، يعني يعز عليك. بعض المرات كنقول بدل غير الوجوه عاود كيعز عليا، والله ما نعرف. قالوا ولادي قالوا لي شي نهار غادي تجي تصبناه هرسناه لك كامل باش تبدليه. المهم القناعه، القناعه، القناعه بكل شيء. الانسان هو يقنع داك الشيء اللي كتب الله واللي عطاه له الله، يعيش به سعيد وفيليس. ما نشوفوش اكثر من الطاقه ديالنا، نشوفو على قدنا باش نمشيو مريحين نفسنا ومريحين الازواج ديالنا،
وهذا الشيء اللي كاينه كنصيحه. الانسان دائما يشوف اللي عنده في يده، ما يشوفش اللي عندي انسان ما اكثر منه. هذا الشيء اللي كاينه. وجمعه مباركه للجميع، كنتمنى الجمعه تدخل لكم بالصحه والهنا وطول العمر، وتفكروا اليوم نوضوا يعني بنادم يقرا سوره الكهف او لا نعملها في التلفزيون. ولكن احنا عندنا جروب القران من الصبح الصبح كنقرا ديك اللي قسم الله وكنشاركوه مع بعضياتنا، واخا بعض المرات يكون شويه ديال الكسل. كنتمنى الاجتهاد من هذا الفيديو ديالي، وغادي نجمع ونسالي مره منين ندخل الكوزينه غادي نشارك معكم اللي غادي نديرو ان شاء الله بحول الله. يلا رجعت معكم حبيبتي. انا ساليت يعني تمت المهمه بنجاح، ما كملتش ساعه المكانه، دابا تقريبا العشرة وشي حاجه، كلشي مجموع كلشي نقيقي يعني صافي، كلشي باقي غير الزربيه ديال لا بابا حشاكم عزاكم الله. غادي نديرو الكوميدور هو عندي منقي مجفف من هنا راه كيبان. والمهم غادي ندخل نوجد القشوع، غسلتهم خصني غير ركنهم. انا كنصور غير بيد وحده، ويد وحده يعني انا نطيب بها لان ما كايناش معايا اللي غادي يصور لي. المهم هنايا عندي طريفه ديال اللحم، عندي واحد سنينه ديال الثومه. المهم غادي نعمل غير بيد وحده طول الله خير. المهم هنا عندي راس الحانوت، هذه هي الطريقه ديالي انا اللي غادي نستعمل. انا بغيت نرقد شويه اللحم عاد ديك الساعه نعطي الشفرجل. المهم هنايا عندي شويه ديال الابزار، المهم سكين جبير، هذه الطريقه ديالي انا، وكل واحد كي المهم ها باش نرقد ديك الحيمه. وهنا خرقوم بلدي، عندي الضامه ديال السمن هي، ولكن ما غاديش نستعملها لان لا استعملتها غادي نوض الحياه حافي واش يتغداو. الملح حتى هي غادي نستعملها. وغادي نستعمل شي شويه ديال الماء، غير شويه ديال الماء اللي غادي نرقد فيه هذا. انا غادي نزيد شويه الزعفران شعره، طلب الله يكون. المهم انا زدت شويه ديال الزعفران شعره، غادي نحركو ان شاء الله، غادي نحركو شويه وغادي نرقد فيه هاد طريفه ديال الحين. اللي عنده د الماء يجي يستعمل الماء، اللي عنده انا عندي في الدار ديالي غير هادو. مع كان في السوق، هاد السوق هذا جابوا هذا اش كيعيطوا له، جابوا هذا الصفرجل، قلت علاش من غادي نعدلو. المهم طريفه ديال الحان ديالي هما هادو، انا عندي غير هاد الهبيرات هادو غادي نرقدهم هنايا، هاني مغسولين صافي هادو هما. وعندي هاد الربيطه هادي هي ديال المعدنوس غير صغطه، غادي نشرملهم وغادي نرجع معاكم. المهم رجعت معكم، الحيمه ديالي ها هي، عملتها في الطنجره، ما عملتش البصله، البصله هي عندي متقشقه، غادي ما عملتش الزيت، غنخليها شويه تشحر غير ديك العطريه اللي عملت وديك التومه وهذا تشحر شويه تشربها، عاد ديك الساعه نزيد البصل ونزيد الزيت ونزيد المعدنوس. المهم الصفرجل ديالي هنا عدلتو يعني ها هو قطعته وفلقته على ظهره بهالطريقه دي ها هي. غادي نعمل له كلشي في خطره، غنعمل له القرفه وغادي نعمل له الخرقوم البلدي، وغنعمل له انتفه ديال الملح، وغنعمل له السكر، وغادي نردو شويه د الماء، وغادي نردو يتعسل على خاطرو، يعني كلشي في خطره. وسبق لينا شاركته معكم في الفيديو ديال اللي طيبت الدجاج بالصفرجل، اليوم كتغير يعني عندي اللحم قلت نعملو، وخصني ضروري ما ندير شي حاجه لان البنت الكبيره ما كتاكلش اللحم نهائيا، اما الدجاج ولا والو. والحيمه ديالي ها هي باقا هنايا، ها هي مراقد على خاطرها، وحط هذا يوجد ان شاء الله، وغادي نرجع معاكم. صافي دابا غادي نشعل عليه، دابا غنشعل على المريقه ديالي
اصفرج الواد عملت له كل شيء وغادي نشد عليه حتى الاخر غنبقى نحرك غير هيدا الجميله دوروها ما تعملوش المغروفه. يعني هو فيه القرفه السكر شويه ديال الزعفران البلدي وصافي. ولا عندكم شي عويد القرفه زيدوا في الطنجره، انا ما عنديش عود القرفه زدت غير واحد هيدا القمونه ديال الكوتشاره. المهم الطنجره ديالي هي غادي نشحرها غير في هذاك غير ديك الماء، هانتي غادي نشحر غير ديك الماء هذاك حتى تشب راسها. نزيد هذا والطنجره ديالي الاخرى عاودتها هي رديت عليها. وغادي ان شاء الله دابا ناخذ نجمع هاد الشيء اللي هو عندي هنايا، لان اللي كنعدلها انا كنجمعها مع كنخدم بيد وحده وكنصور بيد وحده طلعات يقبلوا عليا صافي. وهادشي اللي كاين يقبلوا على اختكم صور على قد الاستطاعة. وين دابا لقيتوني غادي ناخذ نعدل واحد الشليده ديال المكرونيس على حساب باش الا ما كلاتش بنسي المرقه سبحان الله العظيم نصيب شي حاجه رانا دايره. كتبقى غير هيدا متحركه شي مغروفه غير هيدا كتقلبوها وهو راه كيدخل فيها هاد الشي كامل. الطنجره عاودت هادي ها هي عاودت هيدا كتبقى تقلبوها هيدا وصراتو لي مره مره للحركه هاي كتشحر والخضيره كنسلق شويه هاد الخضره باش نرافقها معاها ان شاء الله. المهم غادي نزيد دابا البصيلة ديالي هنايا وغادي نزيد الربيع وغادي نمرق بشوية د المرقة وغنقلب عليه العافية وغادي نخليه يطيب على خاطرو. نشد عليه الطنجرة وغادي نطيب على الجينة ديالي. غادي نعمل شويه ديال البطاطا بغيت نعمل في الفران في شويه هيدا ما نقليهاش نعملها في الفران بالاعشاب وصافي.
مهم بعد الطنجره ديالي ما كتغلى شويه عاد غادي نزيدها شويه ديال الزيت. تقدروا يعني تخلطوا ما بين هذا وهذا، وغادي نخليها طيب ان شاء الله حتى توقف المرقه ديالها. ديك الساعه نولي مع الشرجه ديالي. هو وجد دخان غادي تشوفوا. المهم هو وجدها صافي، دريا كيوجد هنايا ما كيتعطلش. صافي غادي نشد على الطنجره ونقلل عليه البوطه ونخليها طيب على خاطر. المهم البطاطا ديالي هي هادي، هي عملت لها الازير وعملت لها الزعتر والمعدنوس يابس، وعملت لها توم يابسة وشوية بالحمرة والابزار وشوية بالكمون مليحة وزويتها وخلات كلشي. غادي نعملها دابا في اللاطة ونعملها في الفران. المهم المريقة ديالي ها هي واجدة، غادي نحيد هاد الربيع الاولاني. المهم نحيد هاد هادي ديال الربيع، غادي نحيدها وصافي. الحيمه ديالي ها هي طابت، واحد الريحه خارجه منها ما نقول لكمش، وعاد جات مدغمره. انا خليت فيها شويه ديال المريقه حيت ولادي كيعجبهم السيسو. الرجل ديالي ها هو يعني مهم غديوة. جمع السل es igual de dulce que yo. Es igual de dulce que yo. Ah, la حلاوة اللي عندي. ضروري ضروري. وهنا غادي نزيد له شويه ديال اللوز اللي بغيت نزيد له الجنجلان، يزيد له الجنجلان. انا زدت له شويه ديال عندي الفيلي ديال اللوز، حمرته غير شويه وصلت على النبي منيدر وصافي. الغديوة ديالنا البطاطا هي جات مشرملة طايبة ما نقولكمش. شليدة هادي راه يعني هو المساند الرسمي ديال الغدانا دائما. وخبيز كنت عجناها يعني البارح، اليوم غير جبتها وصافي. وهذا هو غدانا، اللهم ادمها نعمة خذها من الزوال، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.